السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مشكلة في شات جي بي تي ان هو ما بيحتفظش بالمناقشات الطويلة، بينسى التفاصيل، بتحس كأنه هو مثلا شخص جديد اللي بيكلمك. ففي مشروع اسمه ريكارنت جي بي تي بيخلي شات جي بي تي ينشئ نصوص طويلة من غير ما ينسى التفاصيل ويحافظ على تماسك الجمل عشان تبقى شبه كتابة البشر، فبيخلي فيه مقالة تكتبها كبيرة وهكذا. دي الفكرة منه، هو لغاية دلوقتي تحت التجربة وهو عبارة عن open source، فممكن اي حد يدخل يعدل فيه واي حد يقدر ان هو يدمج بين شات جي بي تي وريكارنت جي بي تي بحيث ان هو يعمل حاجة قوية ومتماسكة. لو انت عايز تعمل كتاب كامل يطلع معاك بشكل منظم ومنسق، هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو عشان تشوفوا المشروع ده. لو انت عايز تحمل ممكن تقول هنا كود وتقول له داونلود فينزل لك الملف مضغوط.